تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. مرحبا بك ولاء، بداية ما آخر المستجدات لديك؟ أهلا بكم. بعد التحية، نتحدث عن اقتحام لمدينة جنين لم يتجاوب 10 دقائق بوصول تعزيزات عسكرية مكثفة إلى محيط المخيم وداخل مخيم جنين بالتحديد. كانوا قد حاصروا منزلا، هذا المنزل لمحمد نغنغية وهو أسير محرر وأحد قادة كتائب شهداء الأقصى. الآن نتحدث عن اعتقال هذا القيادي لدى سلطات الاحتلال، وبعد ذلك انسحبت القوات بعد إطلاق الأعيرة النارية وأيضا قنابل الصوت وقنابل الغاز واشتباكات مسلحة، كما هو بطبيعة الحال عندما تدخل إلى مخيم جنين يكون هناك اشتباكات مسلحة ما بين المقاومين الفلسطينيين وما بين قوات الاحتلال. نعم، وهل هناك أي تعقيب من قبل المسؤولين أو سواء من الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني؟ لم أسمع السؤال مجددا. هل هناك أي تعقيب من المسؤولين أو تصريحات رسمية حتى هذه اللحظة من الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي؟ إذا ما تحدثت عن البيانات الفلسطينية أو حتى الإسرائيلية، تحدث المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن هناك سيكون اقتحام لمخيم جنين في هذه الأثناء، ولم يتحدث أكثر من هو الهدف المنشود بهذا الاقتحام. أما البيانات الفلسطينية فقد حذر يعني المتحدث باسم الرئاسة بأن يعني الاقتحامات المتتالية للبلدات والقرى هذا يدعو إلى يعني مزيد من الغضب لدى الفلسطينيين، وأيضا يجر الفلسطينيين والمنطقة برمتها إلى تصعيد أكبر اقتحام واعتقال وأيضا تشريد الأطفال وإرهاب الأطفال في الليلة وحتى صباح هذا اليوم. هذا ما تحدثت عنه الرئاسة الفلسطينية في كل اقتحام لدى البلدات والقرى الفلسطينية والمخيمات الفلسطينية. نعم، وضحت الفكرة. أشكرك من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.